حصل ب 600 سنه، وهنا في جامع المحموديه ووراه في جامع بتاع قايناباي. يبقى الميدان ده بالذات لو احنا كنا عملنا الزياره بتاعتنا كنا اتفرجنا على ملامح لاربع عصور في نفس الوقت. ملامح العصر المملوك البحري متمثل في جامع السلطان حسن، ملامح عصر المماليك البرجيه متمثل في مسجد قايناباي، وملامح المماليك ملامح العثمانيين في جامع محمد علي على القلعه ومتمثل في جامع المحموديه، اما العصر الحديث الجامع بتاع الرفاعي اللي مبني في الـ1900 يعني في القرن العشرين. يعني انا واقف هنا بتفرج على تاريخ من اول المماليك لحد العصر الحديث. كفايه قوي ان انا اقول لك المقدمه دي عشان افهمك اهميه السلطان حسن. أول حاجة بتاخدوها في المشروع بيبقى إيه يا جماعة؟ الكونسبت لوكيشن زون جملة اتقالت مهم اللي في دماغ العميل اللي بيفكر فيه يعني تصوره. ما خدتوش حاجة اسمها البرنامج؟ اه ايه هو برنامج المشروع؟ المكونات بتاعته بقى وكده. المكونات بتاعته. محتويات المشروع. يعني مطلوب تصميم كذا، مش لما اجي لك في الامتحان مطلوب تصميم مركز ثقافي عالمي لاستضافه الضيوف الافارقه والكلام ده كله، صح؟ ده العنوان. اوكي؟ السلطان حسن لما جاب المهندس المعماري وقال له عايز ابني عايزك تبني لي مسجد، قال له ثلاث كلمات: I want something impressive. بس روح بقى ايه، انطلق بقى عيش حياتك، طلع لي ابداعاتك وافتكاساتك وافكارك، وسلم لي المسوده الاولانيه المشروع بعد اسبوعين عشان انا ما عنديش وقت، والمشروع كامل بالماكيت بتاعه بسكيل 1 تو 1 مبني بالحجاره يتسلمني في خلال سنتين. هتتصرف ازاي بقى يا باشا؟ هل المشروع هو ده المشروع؟ السلطان حسن كلف المهندس المعماري قال له انا عايزك تعمل لي حاجه ما حصلتش وسكت. فتخيل بقى ان ايه المهندس المعماري الحوسه اللي كان موجود فيها. انت لو كنت طالب والدكتور قال لك عايز لك تعمل لي حاجه ما حصلتش كنت هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه وتبقى دي حاجه ما حصلتش. هتقعد تلطم وتبقى دي حاجه ما حصلتش، صح كده؟ بس بقى تعال شوف الناس بعد لما شافت المنتج بتاع المهندس المعماري قالت عليه ايه. They say that one of the three mosques that he, his father and his grandfather gave to Cairo, Sultan Hassan is undoubtedly the most impressive. يعني ايه؟ يعني لو حبينا نقارن الثلاث اعمال اللي قدمها السلطان حسن وابوه وجده للعماره، فمن بدون شك ان ايه؟ أن مسجد السلطان حسن is undoubtedly the most impressive. طب وأنت يعني اللي كان عمله قلاوون ده كان حاجة صغيرة في وجهة نظرك، إيه رأيك يعني؟ يعني أنت بعد ما شفت مجمع قلاوون ده هل أنت مستصغره أو مستقل حجم الإبداع اللي فيه، ولا أنت شايفه حاجة فعلا جميلة جدا؟ كانت حاجة جميلة. طب بقى لما الناس يقول لك أن السلطان حسن أحسن وأعظم منه بقى، يبقى إحنا في إيه؟ بنتكلم على حاجة إيه ما حصلتش. سنة 1356 انتهى البناء من جامع السلطان حسن في ميدان المحمودية أمام القلعة. It is possibly considered that the most important Islamic monument in Cairo. ورغم أن مساحته 7900 متر مربع، يعني لا تقارن بال 17000 متر بتوع ابن طولون، ولا بال 15000 بتوع الأزهر، ولا بالأرقام الأخرى اللي موجودة في المساجد، يعني ما هواش على سكيل المساحة حاجة جبارة، إلى أن هو حاجة عظيمة جدا مقارنة بهم كلهم. وهو كما كان جده مكون من مدرسة وحضانة وكتاب وملجأ للأيتام وضريح، كل ده كان عامله السلطان حسن. يبقى كأن السلطان حسن كان بينافس جده السلطان قلاوون في أنه يعمل خدمة للناس برضو محدش عملها إيه قبل كده. طيب قبل ما اكلمك على السلطان حسن، انا نفسي نسمع الايه التعليقات اللي قالوها الناس عن السلطان حسن نفسه، وقول لي انت تعرف مين من الاسماء اللي موجوده قدامك دي واختار لي حد منهم.
تعرف مين من الناس دي؟ عارفين حسن فتحي فرانك لويد رايت والمقريزي والمقريزي والكريمر ده لورد كريمر ده ولا ما نعرفوش ده خالص؟ طب تختاروا تختاروا كده نبتدي بمين؟ نسمع كلام مين؟ نسمع كلام فرانك. ها شوف فرانك لويد رايت هو فرانك لويد وصل لحد عندنا. تعالى كده ايه ندوس عليه كده ونشوف مين يقرا وياخد الهابي فيس بتاعت النهارده. مين هيقرا؟ انا ممكن اقرا يا دكتور. انت مين؟ احمد الغريب. اقرا يا احمد. How it is permissible to people having such superior arts to abandon it and replace it with the faults of Western architect, which Westerners themselves try to get rid of. تمام. يعني ايه الكلام ده يا يوسف يا محمد؟ ازاي يبقى في ناس عندهم زي فن زي يعني بالمستوى دوت ويحاولوا يتجنبوه ويتجاهلوه ويحاولوا زي يحطوا مداله يعني غلطه او زي حاجات اللي هي الغلطات الغربيه الاعمال الغربيه. معلش عشان بس انا عايز استوعب كده الكلام اللي بيقوله فرانك لويد رايت. هو مش برضو فرانك لويد رايت ده ابو العماره الامريكيه الحديثه؟ ايوه. يعني مش ده الفادر بتاع الاورجانيك سكول وبتاع العماره اللي فيها الخرسانات والكلام ده كله؟ مش المفروض ان هو يبص للحاجات دي نظره دونيه كده ويقلل من شانها على اساس ان هو الراجل يعني كان عنده ايجو عالي شويه وكلنا عارفين الايجو بتاعه قد ايه كان جامد ونحق عليه؟ طيب لما يوصل بيه ان هو يعني يضطر ان هو يتواضع ويقول هذا الكلام اللي بيقول ايه بقى فرانك لويد رايت؟ فرانك لويد رايت يخش يرفع راسه لفوق ويتفرج على الايوان بتاع السلطان حسن ويتفرج على الجامع والضخامه اللي موجوده فيه وبعدين يسال هذا السؤال. How is it permissible؟ يعني ايه permissible؟ كيف يسمح؟ For people having such superior art. كلمه superior art دي يعني ايه؟ يعني فن مش بس كويس، ده فن ايه؟ يعني ايه superior؟ خارق. ده فن خارق زي كده السوبر هيروز كده بتوع باتمان والاميزنج الناس بتوع السوبر هيروز بتوع امريكا دول. How is it permissible to people having such superior art to abandon it؟ يسيبوه يتخلوا عنه and replace it ويستبدلوه with the faults بمشاكل اللي موجوده فين؟ في الويسترن اركيتكتشر which westerners themselves try to get rid of. اللي هم يعني يا جماعه ما تقلدوناش، جاتكم خيبه، ده انتوا ايه يا خرب بيت الابداع، ايه اللي عندكم ده؟ ده انتوا اللي عندكم ده مش موجود عند اي حد. لا 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 متشك. بص يا عم فرانك، يعني ايه خلي لك انت الابداع ده وتعالى اعمل لنا بقى عمارات بالازاز وبالالومنيوم بقى وفرجنا بقى على العماره الغربيه الحديثه بقى اللي احنا ايه عايزين نعيش بقى في الماضي في الحديث بقى في المستقبل. احنا هنفضل عايشين في الماضي لحد امتى؟ متخيل الحوار ده؟ متخيل ان ده ممكن يكون مدخل الفيديو بتاعك ده عم ايه؟ عم فرانك لويد رايت. طيب مين غيره؟ نشوف مثلا حسن فتحي. تعال نشوف حسن فتحي بيقول ايه. ها بيقول ايه حسن فتحي؟ Immediately your eyes are drawn upward into the blue sky and as you lower your head peace with Allah's blessing of contentment descends upon you. على الفور تضطر لأن ترفع عيونك إلى السماء، إلى السماء الزرقاء، وأثناء دخولك من البوابة تخفض من مستوى رأسك وينزل عليك شعور من السكينة والهدوء لم يسبق لها مثيل. ده حسن فتحي بيوصف إيه؟ بيصف الشعور وهو داخل، بيتكلم على impressive flight of steps، مجموعة من الدرجات أو من السلالم leads you to an entrance portal
إلى مدخل عملاق ذو ارتفاع شاهق وقمته مزخرفة بكمية من المقرنصات ليس لها مثيل، ثم تدخل من بوابة تقودك إلى لوبي داخلي ضيق في مجموعة من الممرات المظلمة والتي يتخللها بعض الضوء، وعندما تنحني يمينا ويسارا ويمينا ويسارا فجأة تدخل إلى الفناء الواسع المكشوف، وتشعر بأنك انتقلت من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة في مشهد سينمائي درامي ليس له مثيل. ما أقدرش أن أنا أوصف لك المشهد ده، أنت لازم تجربه إيه بنفسك. طبعا ده حسن فتحي أبو بقى إيه العمارة المصرية، وطبعا أنت شايف هنا الزخارف اللي موجودة قدام المدخل، وإزاي المدخل العملاق اللي بالنسبة له الإنسان سكيل بتاعه صغنن يكاد لا يرى. علشان كده في ناس بتعتبر أن جامع السلطان حسن يا أولاد الهرم الرابع اللي موجود في مصر. طب نرجع تاني ونشوف المقريزي قال إيه. المقريزي اتكلم على جامع السلطان حسن وبيقول أن لا يوجد مثيل له سواء في قبته أو في ضخامته في كل البلدان التي زرتها، سواء في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في شمال أفريقيا أو في اليمن. معلش كده حضرتك، في وقت المقريزي هو كان فاضل إيه في الدنيا المعروفة غير هم الأماكن دول؟ مفيش. يبقى إذا لما المقريزي يقول إن هو ما شافش مثيل له في هذه الأماكن، يكاد يكون أن يقول إيه، أنا لم أرى مثله في أي جزء من أركان العالم المأهول بالكامل. أما آخر واحد بقى هنتكلم عليه، أو قبل آخر واحد اللي هو إيه، اللي هو سي كريمر. ده سي كريمر ده اللي هو باحث درس الصوتيات في سنة 1987 خصوصا في الإيوان الرئيسي بتاع إيوان القبلة. أنت متخيل الإيوان ده بيشيل قد إيه؟ بيشيل 800 مصلي في نفس الوقت. ورغم ذلك إن لما درس الصوتيات اللي موجودة في هذا الإيوان وكيفية انتقال الصوت بدون صدى أو بدون تشويش أو بدون أصوات خارجية، وجد إن لابد أن يكون هؤلاء المهندسين قد علموا قوانين انتقال الصوت وكيفية التحكم في الضوضاء في هذا الوقت المبكر من تاريخ العمارة. They must have had special knowledge of acoustics. وبرضه مفيش داعي نسمع، والافضل ان احنا نشوف فعلا الدروس اللي كانت ملقاه هناك. ايه انت معانا يا ايه؟ ايوه مع حضرتك. ايه انت ممكن تتكلمي بقى انت شويه علشان ايه تفكرينا بالتسجيلات اللي انت كنت عاملاها اللي هي مرفوعه على اليوتيوب، فاكره الدروس؟ ابعت اللينك يعني؟ تبعتي اللينك وتقولينا ايه اللي اكتشفتيه لما سجلتي بالكاميرا هناك. اوكي انا هنزل لكم اللينك، بس هو انا ساعتها كنت بسجل بالكاميرا من غير مايك من غير اي حاجه، والصوت طلع يعني انتوا اسمعوا وحكموا بنفسكم، يعني الصوت طلع يعني كانه في كاميرا بروفيشنال، كان في مايك بروفيشنال محطوط، وهو كان ساعتها كنا قاعدين وكان في ناس حوالينا وكان في عدد مش قليل موجود، يعني فعلا بيرفكت اكوستيكس زي ما هو ما بيقول. وما كانش كمان كأننا قاعدين في استوديو، يعني ما كانش فيه لا صدى صوت ولا فيه صوت ضوضاء من بره، كأن رغم ان الحيطان مش معزولة ورغم ان مش محطوط عليها مادة مصة للصوت، الى ان الزوايا بتاعت نسبة العرض للارتفاع لابد ان تكون مدروسة بعناية وزوايا محددة، بحيث ان ما حصلش حاجة اسمها reverberation اللي هو ايه، تكرار للصوت او صدى الصوت. طب إذا كانوا كل الجماعة العظماء دول اتكلموا على هذا الصرح العظيم وبكل العبقرية اللي موجودة فيه، نشوف آخر واحد عمك السلطان حسن بقى إيه قال إيه ذات نفسه. أنا؟ تمام. يبقى آدي إيه، آدي الكوت بتاعت السلطان حسن on himself. Actually علشان يضمن استمرارية الإنفاق على المشروع بتاعه ابتكر حاجة أو استخدم حاجة اسمها الأوقاف. ما هي الأوقاف؟ حد يعرف؟
ان هو بيعمل خدمات بمقابل، والمقابل ده يكون راجع على صيانه المباني. تمام. الاوقاف دي هي عباره عن فكره اسلاميه بحته تضمن الصدقه الجاريه بالثواب المتصل ليها. فايمان المسلمين بان هم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، واحده منهم كانت ايه؟ صدقه جاريه، مش كده؟ فالصدقه الجاريه بالنسبه له ان هو يهب الربح بتاع مشروع مربح لانفاق على مشروع اخر غير ايه؟ غير مربح، مشروع خدمي. فعن طريق مثلا لو انا عندي سي مزرعه كبيره جدا، ودي منتشره في الزراعات، ان يقول لك انا عندي 100 فدان، ال 100 فدان دول الريع بتاعهم او العائد بتاعهم هيصرف على الانفاق على الجامع الفلاني، ده اسمه وقف، وده متسجل في وزاره اسمها وزاره ايه؟ الاوقاف. الاوقاف. يبقى ده المفروض ان ايه؟ ان ده الحقيقه بتاعه وزاره الاوقاف، ان هي كانت مسؤوله عن الاشراف عن الانفاق عن الاوقاف الشخصيه، ودي كانت حاجه مش حكوميه، دي حاجه فرديه، كل واحد بيحدد الوقف اللي يراه ايه مناسب انه شايفه، وبيبقى غالبا بيزد على احتياج هو لمسه بنفسه. فهتندهش لما تلاقي مثلا في اوقاف للانفاق على اطعام الطيور، وفي اوقاف مذكوره في الكتب عن الانفاق على الكلاب الضاله وعن قطط الشوارع وعن مش عارف الايتام. يعني كل واحد بيلمس ان في احتياج معين في المجتمع لحاجه مش مغطاه، فبيقرر ان هو بعد لما يموت الانفاق بتاعها هيجي من مشروع هو يمتلكه، او من بيت هو بيأجره، او من ارض بيزرعها، او من فندق بيديره، ويذهب العائد بتاعها بالكامل لايه؟ لهذا الجهد، هذه الجهه ايه؟ الخيريه. فقد قرر السلطان حسن ان ينفق على المسجد بتاعه لحد يومنا هذا من اوقاف كان يمتلكها في مصر وفي ايه؟ وفي سوريا. طيب الحدوته بتاعت السلطان حسن يمكن تبتدي من الايه؟ من التسلسل اللي انت شايفه ده. احنا قلنا ان عصر المماليك تميز زي ما سمعنا مع القصه بتاعت ريم بسيوني، ان هو كان عصر البقاء فيه للاقوى، ورغم تاريخ المماليك المشرف من الجهاد في سبيل الله ودفع الاذى عن بلاد المسلمين وحفظ مصر والعالم من خطر المغول، الا ان بينهم وبين بعض كان في صراعات دمويه بشكل كامل جدا، وكان لا يكاد ياتي مملوك على السلطه الا وينتهي بنهايه ماساويه، ولا يكون مجيئه الا عن طريق قتل حد من قبله، ولا يذهب الا عن طريق ان يقتل من قبل من ايه؟ من بعده. ولذلك لما نتبع تاريخ السلاطين اللي حكموا مصر فتره المماليك، هنلاقي ان اول واحد مكتوب عندك بالاحمر هو سيف الدين قلاوون، اللي عمل ايه؟ القلاوون كومبلكس. ثم ياتي من بعده مين؟ ثم ياتي من بعده اللي هو صلاح الدين خليل، تمام؟ وبعدين من بعده ابنه الناصر محمد ابن قلاوون، وده اللي عمل الجامع اللي في شارع المعز، وكمان جامع عمل الجامع اللي موجود في القلعه. وبعدين اتنين كده مش مهمين قوي، اهمهم حسام الدين لاجين، وده مشهور بان هو عمل القبه الملويه اللي في السلطان اللي في جامع ابن طولون. ثم ياتي مكرر الناصر محمد ابن قلاوون مره ثانيه. يعني ايه مكرر؟ حد يعرف يعني ايه مكرر؟ يعني نفس الرجل بس يعني كان نفس الرجل رجعه ثاني. هو نفسه رجع ثاني. يعني ايه اللي حصل يا ميرنا؟ يعني الناصر محمد ابن قلاوون كان بيحكم هنا، ثم حصل انقلاب عليه من زين الدين كتبغى، وبعد كده حسام الدين لاجين، ثم ايه؟ ثم اتى على العرش مره اخرى الناصر محمد ابن قلاوون. والقصه دي متكرره على فكره في الروايه بتاعه ريم بسيوني، مش كده يا ايه؟ ايه معانا؟ ايوه سامعني؟ ايوه كده سامعينك. ايوه مظبوط. حصل ايه بقى للناصر محمد ابن قلاوون في الفترة الثانية دي لو احنا فاكرين القصة؟ اتسجن فين؟ في الشام، في قصر في الشام. اتسجن في قصر في الشام، ثم بمساعدة مجموعة من انصاره، لما حسام الدين لاجين ده افترى قوي قوي قوي، فمجموعة من انصار محمد ابن قلاوون راحت وحررته، ورجع مسك الحكم ايه؟ مرة تانية.
او في الفتره الثالثه اللي في عهد بيبرس اللي جشش نجير ده هو، وبعدين مجموعه من الناس الصغنانين، ثم ياتي حفيده اللي هو مين؟ الناصر الدين حسن اللي هو مين؟ السلطان حسن بقى. والسلطان حسن ذات نفسه حكم مرتين، مره وهو طفل ثم خلع، ثم اتى مره اخرى وقد ايه قد عنده حوالي 19 سنه، وهي دي المرحله اللي بنتكلم ان هو امر فيها ببناء ايه حاجه امبرسيف. جت منين الحاجه الامبرسيف بقى دي؟ جت من ان هو كان مسجون في سجن القلعه، وسجن القلعه بيطل مباشره على فين؟ لو احنا شفنا الصور الصورة دي شايفين، انا بتخيل كده اللقطة دي وهو السلطان حسن موجود وبيرفع نفسه على قضبان الحديد وبيطل على الميدان الفاضي من القلعة، بيتفرج على الحتة الفاضية اللي فيها ايه؟ اللي فيها جامع السلطان حسن النهاردة، وبتخيل اللقطة اللي موجودة دي ان هو هيعمل حاجة ما حصلتش قبل كده، وانس ان ربنا يقدر يفك اسره. يمكن يكون ده الدافع اللي خلى السلطان حسن يعمل هذا المشروع اول لما يخرج، ويصمم ان هو يكون حاجه ما حصلتش. يمكن يكون عايز يقلد تراث جده، يمكن يكون عايز يعمل شقلباز سياسي في البلد ويخلص من العك بتاع الناس اللي مكتوب الابيض دول، شويه الامراء اللي كل شويه يشيلوا اللي يشيلوه ويحطوا اللي يحطوه وينقلبوا على ايه؟ على من ينقلبوا. ايه الماجنيفيكانت سبيل بقى؟ ايه هو السحر بتاع السلطان حسن اللي مساحته لا تزيد عن 7900 متر؟ في عمر 25 عام السلطان حسن خرج من السجن مرة أخرى، لكن المرة دي كان مصمم إن هو يعمل تغيير. التغيير ده كان التخلص من الأمراء الضعفاء اللي بيحكموا البلاد، والعودة بالبلاد لإيه؟ لحكم مجموعة من الناس تسمى أولاد الناس. مين هم أولاد الناس؟ المماليك. المماليك بس من الجيل الثاني والثالث والرابع. يعني ايه من الجيل الثالث؟ يعني قلاوون الجد ده يعتبر مين؟ مملوك. يعني ده كان اسير واتاخد واتباع في سوق العبيد، ثم 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 وبعدين بقى هو المملوك. لكن قلاوون ابنه والسلطان حسن دول يعتبروا مماليك ولا ابناء مماليك؟ ابناء مماليك. ابناء مماليك. فالسلطان حسن كان شايف ان ولاد الناس اللي هم المتجوزين بقى، اللي هم ابائهم متجوزين من مصريات وخلفوا اطفال زي السلطان حسن نفسه وزي ابوه، مفروض ان هم دول اهل البلد وهم دول اللي يحكموا البلاد. فراح جاب محمد بيلك المحسني، وده المعماري اللي هو برضو من اولاد الناس، وكلفه بالتكليف ده وقال له اعمل لي ايه؟ اعمل لي حاجة ما حصلتش قبل كده. بيلك طبعا احتاس في الموضوع وقعد يفكر اعمل ايه، فراح استجلب عمال مهرة من كل حتة من ارجاء الامبراطورية بتاعت المماليك، من ضمنها مناطق من اسيا، علشان يعمل اللي ما حصلش. اول حاجة بالنسبة للموقع، الغريبة ان السلطان حسن عمل المسجد بتاعه او المدرسة بتاعته في المكان ده. ايه الغريب في المكان ده؟ حد يقدر يقولي لماذا هو يعتبر مكان غريب؟ لأنه مش موجود وسط بقية المساجد اللي شبهه عند المعز وكده. مش موجود قلب أسوار القاهرة الفاطمية، ولا هو موجود قلب أسوار قلعة صلاح الدين. ومقر الحكم كان معروف من أيام الفاطميين أن هم بيحكموا مصر من داخل أسوار القاهرة، ولما انتهى عصر الفاطميين وجم الأيوبيين جاء صلاح الدين وبنى قلعة إيه؟ قلعة صلاح الدين. ثم أصبحت قلعة صلاح الدين هو مقر الحكم لكل السلاطين اللي حكموا مصر من أول صلاح الدين الأيوبي لحد الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل ده يعني إيه؟ يعني جد الملك فاروق، يعني لحد 1900 وحاجة، مش كده؟ يبقى إذن طول عمر حكام مصر بيحكموا مصر وبنموا منشآتهم فين؟ في داخل جدار يا إما القاهرة الفاطمية، يا إما بيحكموا مصر من داخل أسوار القلعة بما فيهم الخديوي اسماعيل ذات نفسه اللي بنى قصر عابدين ونزل الى القاهرة الجديدة اللي هي وسط البلد النهاردة. يبقى الاختيار بتاع السلطان حسن انه يبني المكان بتاعه على رقم واحد، ممنوع على العمال ان هم يشتغلوا في اي وظيفة تانية، وكانوا بيعملوا لمدة 24 ساعة بالتناوب شفتات لمدة 7 ايام في الاسبوع. اما من حيث التكلفة فكانت التكلفة باهظة، ويذكر المقريزي أن المسجد كان يتكلف مجرد أجور عمال 30 ألف درهم في اليوم،
واستمر العمل فيه لمدة 7 سنوات أو 6 سنوات، مما يعني أن فعلا زي ما كان بيقول السلطان حسن أنه يخشى أنه لولا أن يقول الناس أن الملك ما قدرش ينفق على الجامع بتاعه، أنا إيه اللي عملته في نفسي ده، أنا إيه اللي فتحته على نفسي الفتحة دي. أما النهاية فكانت للأسف نهاية إيه؟ بائسة. مرة تانية نتفرج على صورة للسلطان حسن سنة 1857 متاخدة من أعلى أسوار القلعة. واخد بالك أنت العبقرية بتاعة المكان؟ متخيل القاهرة وهي فاضية خالص. طبعا الجوامع اللي موجودة ده ايه؟ الجامع ده من العصر العثماني، والجامع من العصر العثماني، والجامع ده من المماليك البرجية، مما يعني ان وقت لما اتبنى السلطان حسن ما كانش فيه في القاهرة غير المنظر ده والقلعة. يبقى مين قصاد مين؟ القلعة قصاد المدرسة، وكأنه بيقول السلطة المدنية قصاد السلطة العسكرية او السلطة السياسية المتمثلة في القلعة. علشان كده أنا مفرجك على الصورتين دول بالذات. تعالوا بقى إيه نعمل جولة كده تفقدية سريعة على السلطان حسن فيرتشوال تور. السلطان حسن كأيزومتريك هو ده التشكيل بتاعه كده، مكون من 6 عناصر عايزين نتكلم عليها. رقم 6 اللي هي إيه؟ المدخل العملاق. نبتدي من هنا. شايفين العلامة الحمراء اللي أنا بستخدمها ولا مش باينة؟ باينة يا دكتور. طيب ده البورتل. أول حاجة تلفتك في البورتل مش بس ارتفاعه، إيه تاني ما ملفت بالنسبة لك؟ الزاوية. الزخارف. الزاوية. شايف الزاوية؟ يعني الماسس بتاعتنا كلها ماشية لينير في الاتجاه الجريد ده، اما الجزء ده معمول له روتيشن بحوالي 30 درجه منكسر. هنشوف عبقريه الكسره دي بعدين، بس نبص نخش على المرحله الثانيه اللي جوه، اللي هي بنخش في مجموعه من الطرق والدهاليز لحد لما تخش يمين وبعدين شمال وبعد كده شمال وبعد كده تخش ضيق على الايه، على رقم 1. رقم 1 ده اللي هو ايه؟ الصحر. الصحر الكبير. صح. ده الكورت يارد متحاط بأربع حاجات، اسمهم إيه الأربع حاجات اللي هما رقم 2 و2؟ إيوان. درس المذاهب الشافعي والملكي وأبو حنيفة والحنبلي. ليه الإيوان رقم 3 مترقم رقم مختلف؟ لأن هو ده إيوان القبلة؟ ده إيوان القبلة. برافو. الاثنين ده أكبر واحد، وهو ده اللي قلنا عليه بيسعى كام؟ 800 مصلي، فده اللي أكبرهم على الإطلاق. رقم 4 واللي ما خلناش واخدين بالنا منه قبل كده اللي هم المدارس. المدارس الأربعة دول مكملين الإيه؟ الصليب اللي معمول منه الشيب الرئيسي، فبيملى الفراغ اللي بين الصليب وبين بقية السكوير بأنه يعمل 4 مدارس في الأركان. فيها إيه المدارس دي؟ فيها قاعات الدكاترة بمعنى المصطلح الحديث، فيها الغرف اللي بيقعد فيها التلاميذ والمدرسين والاستاف، وبيفتحوا عن طريق باب جانبي بيفتح على الصح بحيث يخش قاعة المحاضرات اللي هي الإيوان. يبقى الإيوانات اللي هم الـ4 مدارس على المذاهب الأربعة يوازوا قاعات محاضرات أكبرهم بتسع 800، والمدارس اللي في الركن دي فيها الرومز بتاعت الفاكولتي والاستاف اللي بيخرج منها الاستاف وقت لما يكون معاد المحاضرة بتاعهم موجود. أما رقم 5 وده عبقري قوي، إيه الخمسة ده؟ ده اللي هو إيه بقى؟ الضريح. قال لي مفروض إن السلطان حسن مظبط نفسه إن هو يدفن فيه. مكانه فين بالنسبة للقبلة؟ ورا القبلة. ودي حاجة غريبة جدا. ليه؟ غلط. لأن أصلا يكره إن أنت تصلي قدام ضريح، فما بالك بقى لو كان الضريح في ظهر الإيوان القبلة مباشرة، يبقى كأنه كل صفوف المصلين كأنه بيصلوا صلاة الجنازة على روح المرحوم السلطان حسن اللي إيه؟ اللي عايز يدفن هنا. طبعا يشاء حظ السلطان حسن زيه زي كل الأمراء المماليك إن هو إيه؟ لا يدفن في الضريح بتاعه. إحنا حتى الآن الوحيد اللي اتدفن في الضريح بتاعه من اللي شفناهم هو قلاوون، أما السلطان حسن فلم يكن محظوظ زي السلطان قلاوون. سؤال، هو جامع السلطان حسن لو احنا بصينا في الصور فيه كم مبنى؟
أربعة. أربعة. لا لو أنت بصيت في الصور اللي فاتت تعالوا كده نرجع. اتنين. اتنين واحدة صغيرة واحدة كبيرة دول بس هنا أربعة. أه مين اللي قال أربعة بقى ده؟ كل الصور اللي فيها السلطان حسن فيها مدنتين. لكن الحقيقة إن مش دي الخطة. الخطة كان إن يكون في إيه؟ أربع مآذن. اتنين كبار على الجهة الشرقية واثنين صغيرين على الجهة الايه الغربية. لكن اللي حصل ان فقط اثنين اتبنوا. ليه؟ لان لما الثالثة كانت بتتبني واثناء مبنها في العام الثالث سقطت. فلما وقعت المبنى الثالثة ده ايه تنازلوا عن انشاء المبنى الرابع وفقط بقي ايه بقي مدنتين في جامع السلطان حسن ومحدش جرأ ان هو يكمل بناء المدنتين التانيين حتى يومنا هذا. بس انا عايز افرجك على المنظور الجميل ده اللي بيبين لك عرايس السماء بتاعت السلطان حسن. وهنا نشوف الفرق بين السلطان حسن والجامع قلاوون من ناحية عرايس السماء وكمان نتكلم على المواجهة اللي هي مكونة من شرائح رأسية وكمان مبين لنا الجزء المنكسر بتاع المدخل. خليك بس فاكر اللقطة دي هنبقى نرجع لها تاني. ده ايه؟ ده المدنة المنحوسة. اثناء بناء المدنة الثالثة كان الجامع اكتمل ومن المعروف ان كانت دايما المدنة بتكون اخر حاجة بتتبني في الجامع نتيجة لتكلفتها الباهظة وكمان نتيجة لانها بتاخد وقت وجهد كبير جدا هيعطل البناء بتاع المنشأ لو كانت بتتبني قبل بقية الجامع. فمحدش هيبدأ الجامع بالمدنة ويسيب الجامع ذات نفسه. فكان تحت المدنة وقت الكلام ده كان فيه ايه؟ كان فيه مدرسة للطلاب فيها 300 طفل بيحفظوا القرآن. وقعت على دماغهم المدنة قتلتهم كلهم بالكامل وبالتالي ده أصبح ايه؟ أصبح فال وحش جدا. لما سقطت المدنة على الكتاب بدأت الناس في أرجاء القاهرة يتكلموا مع بعض. شفت اللي حصل؟ سمعت اللي جرى؟ ايه في ايه؟ المدنة وقعت على الطلاب. ياه دي حاجة كبيرة جدا. وتفتكر دي معناها ايه؟ لا 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 ده فال وحش قوي. ده كده معناها ان ايام السلطان في الحكم اصبحت معدودة. السلطان ده باين عليه حظه نحس. وفعلا ما كدبوش خبر 35 يوم بعد سقوط المأذنة الثالثة تم اغتيال السلطان حسن عن عمر حاجة وعشرين سنة أثناء رحلة صيد ولم يعثر على جثته قط ولم يدفن في المسجد الذي إيه؟ الذي تم تصميمه ليدفن في ضريحه. النهاردة جامع السلطان حسن موجود على إيه؟ 100 جنيه الورقة اللي بـ 100 جنيه. Sultan Hassan's body was never found and he was never buried in the shrine he built for himself. Work continued. واللي من حسن الحظ ان طبعا الجامع قعد 3 سنين والسلطان حسن الجامع قعد 6 سنين يتبني والسلطان حسن حكم 3 سنين يبقى احتاجوا كام سنه بعد لما مات السلطان حسن ان يكملوا البناء؟ 3 تانيين. والحمد لله ان احد التلاميذ بتاعته اللي هو اسمه البشير هو اللي كمل البناء. ولكن للاسف بعد انتهاء البناء دخلت مرحله دوله المماليك في مرحله من الاضطرابات السياسيه هتلاقيها مكتوبه في القصه بتاعه ريم اصبح مهمل واصبح مكان للصراعات بين الامراء فاصبح دار للقتال اكتر منه دار للتدريس وللعلم. ولدرجه ان احد الحكام بتوع القلعه بدا وشرع بالفعل ان هو يهدم السور والسلم بتاع المبنى بتاعه السلطان حسن ويقفل الباب المدخل من كتر ما كانوا الناس بيطلعوا على السطح بتاع السلطان حسن ويقصفوا من خلاله القلعه او يحاولوا يقتحموها عن طريق شد حبال وحاجات زي كده. يا الغراب اللي شغال ده عامل اصوات جميله جدا. مين اللي فتح المايك على الغراب؟ نختم بقى بان احنا نتكلم على الملامح الرئيسيه في السلطان حسن. ادي البلان بتاعه اللي كلنا مشتاقين نتفرج عليه. المدخل من هنا ناخد المدخل بتاع القبله وبعدين تخش شمال وبعد كده تخش في طرقه تاني يمين الجزء اللي كان فيه الكتاب هنا على اليمين وبعدين تمشي في طرقه تانية على الشمال وتخرج منها للصحن الكبير ده هو اللي محاط بايه باربع ايوانات اكبرهم الايوان العميق بتاع القبله وراه
الضريح، وبعدين ادي المدارس اللي في الاركان اللي بنتكلم عليها، مدرسة الحنفية اللي هي دي، بيخرج الدكتور من الباب بتاعه يخش على الطلاب يكونوا مستنيين 800 قاعدين بياخدوا الدرس بتاعهم في الصالة الكبيرة اللي هي دي المدرسة الحنفية، لان زي ما قلنا ان مصر بقت المذهب الحنفي من بعد الظاهر بيبرس. اما المدخل يعني ايه؟ حدث ولا حرج. آية معانا يا آية؟ معايا كده. آية أنا ريقي ناشف يا آية، ممكن تسعفيني؟ أعمل إيه؟ اشرحي. كلميني على المدنة، على المدخل. المدخل يعني أعظم مدخل وأكبر مدخل أنا شخصيا متخيلاه. ارتفاعه 33 متر، والجزء اللي فوق ده عامل كأنه سيمي دوم ونازل منه كأن زي أشعة شمس اللي هو المقرنصات. وده كانت قال انه يعني في حاجتين، انه هو اما جاي من المعمارة اللي هي العمارة السلاجقة، يعني هما كانوا بيستعملوا النوع ده من الابواب، او من كأنه شعاع الشمس اللي كانوا الفراعنة بيستخدموه. احنا لما بنروح التريب في التريب اللي هي بتاعه السلطان حسن، احنا ما بنقدرش نقف قدام الباب زي مثلا مكان العربيه ده او من ورا شويه، ما بنقدرش نقف منين عشان مش هنقدر نستوعب الارتفاع بتاعه. بنرجع ورا ونطلع السلالم العاليه بتاعه مسجد الرفاعي عشان نقدر نستوعب الارتفاع الفظيع بتاع بوابه السلطان حسن. اللوحه اللي على اليمين دي بتاعه مين يا آية؟ ديفيد روبرتس. ديفيد روبرتس كنا بنتكلم ان هو راجل ده نصاب. بس مش الرسمه دي. بس هو ديفيد روبرتس ده كان رسام بريطاني، وهو اللي موثق معظم الصور. طبعا لو حبيت تقارن ما بين السلطان حسن هنا والسلطان حسن، هتلاقي هنا ايه اللي متغير؟ ده فوق السلم، سلم من ده السلم. ده مش بيفكرك بالحدوته اللي بيقول لك ان هم من كتر النرفزه حاولوا يهدوا السلم؟ كملي يا ايه. بالنسبة للبوابة بقى، حد عارف البوابة بتاعت السلطان حسن؟ باب وليس البوابة. البوابة دي الباب وليس الباب. صحيح، الباب اللي هو بتاع المدخل بقى نفسه. الباب المدخل يعني بعد كل الكلام اللي احنا عمالين بنتكلم عنه ده، فيعني لما نروح يعني هنلاقي ان الباب هو عبارة عن باب خشب كده، ما فيهوش اي زخارف، ما فيهوش اي حاجة. فيعني ده كان مثير للواحد يفكر ازاي يعني بوابة بالحجم ده فيها كل التفاصيل دي، وبعدين البوابة الباب بقى اللي بنخش منه هو عبارة عن حاجة خشب كده. فمع الدكتور وهو بيبحث وكده يعني اكتشفنا انه الباب بتاع بوابة السلطان حسن هو اتسرق واتحط في مسجد المؤيد شيخ في المعز. لو عارفين شارع المعز، بوابة باب زويلة على الشمال، او المخش البوابة في مسجد، المسجد ده اسمه مسجد المؤيد شيخ. فهو المؤيد شيخ ده سرق الباب بتاع السلطان حسن اللي هو الباب اللي محطوط على فوق على اليمين. دي البوابة الاصلية، ده الباب الاصلي بتاع بوابة السلطان حسن. ولو روحنا المؤيد شيخ، من ظهر الباب بقى مكتوب عليه اللي هو مولانا السلطان الملك الناصر حسن علي. هتلاقوا الجزء الصغير ده اللي مكتوب على الباب الاصلي بتاع السلطان حسن اللي هو موجود في مسجد المؤيد شيخ، وده لسه موجود لحد النهارده يا اولاد. فاحنا لما هنروح شارع المعز ان شاء الله بعد لما الحظر ده يترفع، هنروح نتفرج على الباب المسروق من جامع السلطان حسن وهو مرزوع ومتركب على جامع المؤيد شيخ. هنا دي اللقطة اللي بتبين لنا في ايه سبب المدخل المنكسر. قول يا آية. انا فاكرة الجزء ده من المحاضرة بتاعت حضرتك معانا، يعني عمري ما هنسى اللقطة دي، انه حضرتك ساعتها شرحت لنا انه احنا ماشيين، لو احنا داخلين من الشارع فاحنا كأننا ماشيين في الشارع اللي هو ما بين المسجدين دول، ونفضل نمشي نمشي نمشي، ففي كل خطوة احنا بناخدها احنا بنشوف جزء جديد من الواجهة، كأننا بالظبط بنعمل فيديو او 3D موديل واحنا عمالين بنلف في ال3D موديل ده، كأننا في في
في أي برنامج من البرامج بتاعة 3D وعملين خطوة بخطوة بنستوعب المبنى عامل إزاي، لغاية لما نيجي عند الجزء اللي في الآخر اللي هو البوابة اللي هو يعني مكسور الكسرة دي، علشان يخلينا من الأول نبقى لمحين حاجة هناك خالص تشدنا إن إحنا نوصل لغاية هناك. وبعدين كمان لما بنوصل لهناك بنلاقي السلم من الناحية التانية، فكأننا بنعمل 3D rotation، نبقى شوفنا المسجد من كل ناحية. يعني لو بنتكلم في العصر القديم كنت علشان تطلع للجامع كنت هتطلع من أنهي ناحية؟ هتلف؟ هتلف وتاخد الجامع من ظهره. متخيل بقى أنت الفيو بتاعك وانت بتعمل 360 درجة لفة حوالين البوابة وعين تطلع لها من هنا من السلالم، متخيل الإكسايتمنت؟ علشان ما كنا بنتكلم زمان بعد كده بنتكلم على الباو هاوس وبنتكلم على فكرة المدخل المستتر أو المدخل اللي بتخليك تلف حوالين المبنى في مبنى الباو هاوس، فاكرينه يا أولاد؟ فاكرين كنا قد ايه بنقول ان الموضوع كان شيق؟ فتخيل بقى انت الجيرني اللي انت بتاخدها وانت بتتفرج على الكلام ده. يعني اللي بيصدمك فعلا وبيخليني فعلا منبهر لما بنقول ان العمارة الاسلامية دي اروع من اي نوع من انواع العمارة الحديثة، ان كتير من مبادئ العمارة المودرن اللي بنتكلم عليها النهاردة بنقول واو احنا منبهرين زي الهبل كده، بناخد الكلام من الغرب على ان هم عاملين حاجة ما حصلتش، نرجع نفاجأ بان زي مريم باسيوني اكتشفت ان احنا عندنا عمارة اروع من اللي موجودة في أكسفورد، واروع من اللي موجودة في شيكاغو، واروع اللي موجودة عند الأورجانيك أركيتكتشر، واروع من حاجات كتيرة جدا ومن قبلها ب 600-700 سنة. يبقى مين اللي ليه الحق انه يكون عنده الفخر والفضل في ينسب الحاجات دي لنفسه؟ Why is the monumental, why the angle and why a the side entrance؟ ده الدليل على ايه يا آية؟ ده هنا الدليل على ان البوابة متأثرة من العمارة اللي هي عمارة السلاجقة اللي هي موجودة في الجامع اللي انت شايفه قدامه ده، موجودة على اصلا طريق الحرير اللي موجود في الأناضول، وزي ما انت شايف ان ده المكان الوحيد اللي عندك فيه قمة البوابة معمولة بمقرنصات، اهي مقرنصات وبعدين معمولة على شكل مثلث وليس مجموعة من الايه من الارشات اللي هي هنشوفها في المداخل اللي موجودة بعد كده. هنا يا دكتور باين البوابة الخشب في الرسمة اللي على الشمال، البوابة الخشب باين ان هو ما فيهاش اي زخارف ولا اي حاجة، مجرد مربعات. يعني واضح ان الرسمة دي معمولة في طبعا اثناء الاحتلال البريطاني لمصر او في الحملة الفرنسية، وبالتالي ده كان بعد لما اتسرق البابة بتاعته، راحت فين؟ راحت عند جامع مؤيد شيخ. كمان وجود السلالم هنا في الإليفيشن يا آية بيفكرنا على طول ان الرسمة بتاعت ديفيد روبرتس كانت ايه؟ كانت صح، ان مفيش سلالم من الناحية التانية، صح؟ وبعدين بقى تعالى بص بقى فعلا العبقرية اللي هي المربع والمستطيلين، والمستطيل وبعد كده المربع وبعد كده المستطيل وبعد كده المربعين. يعني الطريقة بتاعت تقسيم الزخارف اللي موجودة هنا دي بتفكرني قوي 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 بلوي سوليفان والشيكاغو سكول، ولا ايه يا آية؟ اكيد. وفي هنشوف الكلام، يعني الواجهة فيها ريزم من كل الجيومتري اللي موجودة فيها، ده لو مشينا بقى على القوانين الاستاتيكس والحاجات دي. وده الجزء اللي كان بيصفه حسن فتحي لما هنطلع من السلالم ونبص لفوق ورقبتنا توجعنا، وبعد كده نكسر شمال وبعد كده نكسر يمين ونخش في طرقه ضيقه وبعد كده نكسر في الطرقه ده ايه، وفجاه نلاقي نفسنا في الكورت يارد الضخم اللي ايه اللي بيدخلنا جوه الصحن النهائي. طبعا الشغل اللي معمول يعني غير طبيعي. هنوصل بقى للإليفيشن. الإليفيشن هنا عندنا العرض بتاعها 150 متر، تخيل 150 متر، يعني دي حاجة تاخدها سبرينت جاري كده آخر حلاوة، وارتفاعها 36 متر. والعناصر الرأسية اللي موجودة فيها اللي هي مش موجودة في أي حتة في الدنيا اللي هي إيه؟ الفيرتيكاليتيز بتاعت الفيرتيكال ويندو بيز اللي هنبتدي نشوفها بعد كده في العمارة الغربية والأوروبية بعديها ب 600 سنة في الشيكاغو سكول، وبنقول واو ده لوي سوليفان ده كان عبقري ما عملش حاجة زي كده. فيرتيكال ويندو بيز، وادي شكلها على الطبيعة. بس كمان في حاجة تانية بالنسبة للنسب، ودي حاجة ما كانتش آية شافتها قبل كده، اللي هو الاناليسس للبروبورشنز اللي موجودة عندك هنا. لو خدت السنتر بتاع كل ريكتانجل من الماسز اللي موجودة دي تقريبا هيطلع لك الانترسكشن بتاع the other component من الواجهة. يعني تاخد الجزء اللي على الشمال اللي فيه القبة هيطلع لك مع التقاطع بتاعه من هنا من فوق
اللي هو ايه الارتفاع اللي هي هيطلع لك مكان الكورت الوسطاني. شايفه التقاطع دي يا ايه؟ اوكي تمام. وبعدين بنفس الوقت لو خدت الكتله على الشمال وخدت منها نص الارك هيطلع لك بالظبط المكان بتاع الكتله بتاعت ايه بتاعت البوابه. ولو خدت المبنى من الناحيه الثانيه الارتفاع بتاعها هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الماس بتاع المدخل. يعني كميه جولدن رول مستخدمه في الوجه ده اهي بتخلي الواحد يفتح بقه ويدلدل لسانه ويقول واو. اما المآذن احنا اتكلمنا عنها عندنا اتنين، واحده 68 متر والتانيه 36 متر، واحنا قلنا التلاته الباقيين ما اكتملوش. وادي شكل الزخارف اللي موجوده، وده شكل القبه معموله حاجه. واحد هيقول لي طب ما فيهاش زخارف، ده لسبب لان القبه اصلا كانت وقعت واتبنت ايه؟ واتبنت من جديد. طبعا هنا بتبين اللقطه من جوه باين فيها المقرنصات، وبنشوف هنا بالمقرنصات حاجه بتفكرنا بالشبه اللي كان موجود في الكنيسه بتاعت باليرما اللي موجوده في سيسيلي في صقليه، واللي قلنا انها اتصنفت انها حاجه للتراث العالمي بسبب انها بتضم زخارف من العصر الاسلامي ومن العصر الايه المسيحي اللي كان موجود في اوروبا. اما عرايس السماء ودي صح؟ اه. طيب ودي واجهه ايه؟ دي بتاعت شيكاغو دي ولا ايه اللي هي اللي اتحرقت؟ لما في برج، لا لما في كان زي برج كده في جزء زي تجاري تحت. طيب انا لو فرجتك الفيرتيكال ويندو بيز ده اهي اللي عملها لويس اللي عملها بايلك المحسني، وبعدين فكرت لك بان الفيرتيكال ويندو بيز دي التقنيه اللي استخدمها لوي ساليفن عشان ياكد على الراسيات في ناطحات السحاب بتاعته، ولو قلت لك ان المباني الحديثه في الخليج والمباني العمارات السكنيه والاداريه اللي بتتبني سواء في الصين ولا في الكويت ولا في روسيا كلها بتاكد على فكره الراسيات، يبقى هل كان بايلك لأول مرة بيخلف القاعدة الإسلامية بأنه بيعمل الشبابيك مترحلة واحد يمين وواحد شمال زي المساكن القديمة، وبعدين مش مستخدم أرشاط والعقود اللي موجودة في البوابة بتاعت ألاون؟ يعني لما تقارن مدرسة ألاون ببايلك هتلاقي أن بايلك ده عمل حاجة فعلا ما حصلتش قبل كده. طب تخلينا أصدمك، طب دي وجهة بايلك صح؟ ودي مجمع التحرير. ها أنا غلطان ولا الدكتور أيمن بيقول أن في شبه؟ ده شبه يعني almost copy paste. طب خليني بقى اقول لك الحاجه اللي خلتني اشعر. جامع السلطان حسن اتبنى سنه كام؟ 1356. وارتفاع الواجهه كان كام دور؟ كان هو 36 متر تقريبا. يعني كام دور؟ 14 دور. مجمع التحرير كام دور؟ 14 دور. 14. وفي كم غرفة؟ 1356 بنفس السنة بتاعت اللي اتبنى فيها المبنى. يمكن اللي بنى المجمع كان قاصد. كان ايه؟ كان قاصد. كان بيلمح مثلا. والله يعني مش عارف يعني. طبعا الله يرحمه محمد كامل كمال ده المعماري اللي عمل اصلا التوسعة بتاعت المسجد الحرام في المدينة وفي مكة. ده من اشهر المعماريين المصريين وما خدش حقه من الايه من المعرفه، بس هنبقى يمكن نتكلم عنه. بس الشبه ما بين السلطان حسن وبين مجمع التحرير ملفت جدا من ناحيه عدد الادوار، من ناحيه الشبابيك، ومن ناحيه ايه عدد الغرف. تعال بقى نتكلم على الزخارف ما بين لوي ساليفن وبين السلطان حسن. اللي على الشمال دي الباندا اللي فيها الكتابة الكوفي اللي وراها بايومورفيك جيومتري وكمان فيها باترن ارابيسك، واللي على مين دي الاورنمنتس اللي موجودة في الشيكاغو سكول في اللي هو المبنى بتاع اللي هو ستوك اكتشينج. فاكرين الناس اللي خليته معايا السمستر اللي فات؟ ايه رأيكم؟ شبه بعض يا دكتور، قريبين من بعض، شبيه من بعض. ده almost copy paste. والكلام ده على فكره الفوليوس بتاعت لوي ساليفن، مش ده كلامي انا لوحدي، واضح جدا من الزخارف اللي موجوده ومن الكتابات اللي مكتوبه ان ازاي لوي ساليفن اتاثر بالعماره الشرقيه او بمعنى اخر العماره الاسلاميه والزباين. بدا اهو تمام. يبقى بقول لك ان لوي ساليفن ده هو اثبتت الكتابات اللي عن عميره
ان هو متاثر جدا بالعماره الاسلاميه، خاصه العماره اللي موجوده في السلطان حسن من ناحيه الزخارف والبوتومورفيك من الاسطح بتاعته. اعمل ميوت لو سمحت لو انت مش بتتكلم. ده ايه؟ السلطان حسن مع لوي ساليفان. اخيرا في سنه 1970 قررت اليونسكو ان هي تصنف جامع السلطان حسن على ان هو احد اكبر واعظم الاعمال التراثيه اللي تنتمي الى التراث العالمي في العالم كله. Finally, بايلك got what he was assigned to do. سلطان حسن at least got his heart's desire of building a something impressive. اخر حاجه هسالك فيها النهارده اللي هي السؤال ده. Do you think بايلك delivered؟ يا هل نجح بايلك في ان هو يوصل الامانه وان هو يؤدي التكليف المكلف به من قبل السلطان حسن؟ يمكن انت مش هتعرف تجاوب غير لما تبص على الصور ده. دي صور باراك اوباما لما زار مصر في 2009. لما باراك اوباما جه زار مصر في زيارته ل 2009 ما راحش القلعه، ما راحش المتحف، ما راحش مسجد محمد علي، اختار ان هو يروح فين؟ السلطان حسن. وقف هو وهيلاري كلينتون بتمشوا في الطرقة اللي بيتكلم عليها حسن فتحي، بيبص على الزخارف اللي موجودة في القبة من فوق، رقابتها اتلوحت الست هيلاري وهي بتبص على الارتفاع الشاهق. رئيس أعظم دولة في أمريكا مضطر ان هو يقف ويرفع دماغه لفوق علشان يجيب آخر الايه المعلم ده. هو ليه حق ولا لا ان هو يختار السلطان حسن؟ ده اللي ايه اللي كان الفيديو بيتكلم عنه، اللي حاولت